السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم في الشابتر الخامس من كتاب الهيدوي. عنوان الشابتر الخامس هو The Way I Live، طريقة المعيشة أو كيف أعيش. المفردات اللي حتناولها بهذا الشابتر هي السبورتس، الرياضة، الفود، الأكل، الدرينكس، المشاريب، الزمن Present Simple اللي أخذنا عليه محاضرة كاملة، والباست Simple، عندنا الآ والآن اللي هي للنكرة، واللانجوجز اند ناشوناليتيز، اللغات والجنسيات، ونمبرز اند برايسز، الأسعار والأرقام. فهنا بعض المفردات مثل ما شفتوا بامتحان الميد، مفردات مصعد لكم 500 كلمة، ومصعد كذلك إضافة إلى إلها أنه مفردات تفيد للعلوم الحاسبات، فولدر كامل صعدت لكم جت عليها فراغات، وهنا هي مفردات تنضاف الى المفردات السابقه. مفردات سهله وتعرفوها اللي هي فوتبول، هامبرجر، سكينج، واين، تشاينيز فود، تنس، بيزا اللي هي كره القدم، الهامبرجر، التزلج، الكحول، النبيذ يعني تشاينيز فود، الاكل الصيني، تنس، البيزا، واورنجز، كوك يعني كوكولا، بيبسي، تي، شاي، سويمينج، سباحة، آيس كريم يعني مثلجات، كوفي، قهوة، وإيطاليان فود، الأكل الإيطالي، والبير، المشروبات الكحولية. هاي الصور اللي أمامكم واضحة، ما يحتاج أشرح لكم إياها. الآيس كريم، الأورنجز، الهامبرجر، التي، الكوفي، الكوك إلى آخره. فعندنا كلمة أو فعل اسمه لايك، فشي يقول مثلا I like ice cream, I like football, I like swimming, pizza and beer. Okay. فالفعل like أنا يعجبني، فحتى ننفيه مثل ما تعلمنا بالpresent simple. I don't like tennis, I don't like coffee. If he شو صير doesn't like coffee. فالسؤال والإجابة، do you like football؟ الإجابة yes I do. كنت أجيكم بالامتحان أحط لك جملة استفهامية، do you like tennis, do you like football, do you like coffee، أو do they like playing football, do he. فتعتمد على نوع الفاعل على أساسه تحدد الإجابة، يعني yes I do أو yes I does أو no I don't أو no I doesn't. مو I doesn't، العفو he doesn't، no he doesn't، و yes I do، و yes he do or he doesn't، no I do don't، or no she doesn't. بعض المفردات الأخرى اللي بنضاف لكم اللي هي exciting يعني متشوق، delicious لذيذ، great عظيم، fantastic بديع، و awful سيء. عندنا قطعة هنا لكولين برودي، إن بخصوصة كولين برودي from داندي. Hello, my name's Colin Brody. يعني شنو الجملة هي أصلها؟ My name is Colin Brody. I come from Dundee in Scotland. أنا من محافظة داندي في إمبي سكوتلندا. But now I live and work in London. I have a very small flat near the center. حاليا أعيش في لندن ولدي شقة صغيرة في وسط السنتر العاصمة أو مركز العاصمة. I live there with two friends. I'm a waiter and I'm also a drama student. أنا أعيش مع أصدقائي اثنين، أنا جارسون حاليا وطالب فن في اختصاص الدراما. I work part-time in an Italian restaurant. أنا أعمل بعمل جزئي كذلك في مطعم إيطالي. I eat Italian food and I drink Italian and French wine. أنا أكل الأكل الإيطالي وأشرب المشاريب الفرنسية والإيطالية. I don't drink beer. I don't like it. I speak two languages, Spanish and French, but I don't speak Italian and I don't play sports. I want to be an actor. تكلم لغتين اللي هي اللغة الإسبانية والفرنسية، بس لا يتكلم الإيطالية، ومو جدا يحب لا يحب كرة الرياضة بصورة عامة،
وهو يريد يصبح ممثل. فهنا الآ والآن شنو الفرق بيناتهم؟ إذا حرف علة بالبداية يكون آن، وإذا حرف وإذا مو علة للجملة للكلمة فيصير آ. فتقول a small flat an actor، لأن الآي حرف علة. a waiter an Italian restaurant، لأن الآي حرف علة. an ice cream an orange a student an American car a computer. زين، ممكن يجيكم هيك سؤال انه اربط الكلمه بالفاينل، يجيك سؤال اربط الكلمه بالفعل، عفوا بالكلمه. ف have two brothers live when live live in a flat work when in a bank come ياتي من from Japan eat Italian food drink beer play sports speak Spanish want to be a millionaire. اريد ان اصبح مليونير. هنا هذا السؤال work with a partner complete the question then ask and answer them about you. املي الفراغات بالجملة الصحيحة بالافعال الصحيحة. where do you come from؟ بما انه you واستفهامية في الفعل المساعد هنا يكون do. where do you come from؟ do you live in a house or a flat؟ where do you work؟ do you like your work؟ how many languages do you speak؟ do you like Chinese food؟ what kinds do you play what sports do you play اي رياضات انت تلعبها الرياضات اللي انت تلعبها do you want to be a millionaire الوراها check it take the correct sentence هذه جمل بعض منها صحيح وبعض منها خاطئ فحنشوف هنا live you in Berlin or do you live in Berlin صير do استفهامية فهذا الاختيار صحيح do you live in Berlin Where do you come from or where you come from? Where do you come from? وراها do you speak Portuguese or are you speak Portuguese? You وفعل بالتصريف الأول إذن present simple فإذا do you نستخدم do you speak Portuguese؟ إذا كان بالماضي فصير did you speak Portuguese؟ يعني اللغة البرتغالية. I don't speak Chinese or I don't speak Chinese صير اختيار صحيح اكيد I don't speak Chinese do you like football yes I like do you like football yes I do الإجابة الصحيحة هي yes I do مثل ما تعلمنا بالبداية بالصفحة السابقة he's an actor أو he's a actor فالإجابة الصحيحة هي he's an actor يعني he is an actor هنا الدولة ربطها مع جنسيتهم فنقول مثلا عراق عراقي مثلا عراق عراقي فمثلا انجلند انجلش جيرمان جيرماني سير جيرمان ايطالي ايطاليان مكسيكو مكسيكان برازيل برازيليان جابان جابانيز بورتغال سير بورتوغيز تشاينا تكون تشاينيز فرانس تكون شنو French when French French the United States sir American Spain sir Spanish هنا نربط الدولة مع اللغة اللي يتكلموها فبرازيل in Brazil they speak Portuguese يعني إذا الشباب يعني أنا بالمحاضرة فريال مدريد مثلا عندك كان كريستيانو رونالدو يحكي مع مارسيلو من البرتغال والبرازيل فيتكلمون نفس اللغة. وراها كندا، كندا شي يتكلمون انجلش وجزء منهم يتكلمون فرنش. الفرنس يتكلمون فرنش. الجيرماني جيرماني يتكلمون جيرمان. ايطالي يتكلمون ايطالية ايطاليان. جابان يتكلمون جابانيز. مكسيكو المكسيك يتكلمون الإسبانية Spanish وإيجيبت يتكلمون أكيد Arabic
وسبين يتكلمون كذلك سبانيش، وسويسرلاند سويسرا يتكلمون كثير من اللغات، فرنسية انجليزية، بس اللغة الرئيسية عندهم جيرمان. سويسرلاند يتكلمون جيرمان. بعدها بعض الكلمات، إذا كنت بحفل أو مكان عام أو تلتقي بأشخاص، هاي الأسئلة اللي ممكن توجهها إلهم يسموها آيس بريكر، يعني كسر حاجز الكلام. فمثلا هنا أنا هلو واتس يور نيم، نقدر نقول وير دو يو ليف، دو يو هاف ا هاوس اور ا فلات، لديك منزل أو شقة، واتس يور جوب، وات از يور جوب، Where do you work? How many languages do you speak? What sports do you like? العشرة بالإنجليزي 10، العشرين 20، 30، 40، 50. تبهولي على الـ spelling مال 20 و 40 لأنه تخطون بها بالمستقبل. 50، 60، 70، 80، 90 and 100. هنا تخلص محاضرة، محاضرة بسيطة وسهلة بالنسبة لكم. شنو اللي ممكن المحاضرة هذا اللي يجيكم بامتحان وتستفادون من عنده؟ أول شغلة إنه المفردات الجديدة اللي انضافت لك بهاي المحاضرة، هاي المفردات الجديدة بالبداية، وعندك بعد بهاي المحاضرة انضاف لك أسماء الكلمات، وانضاف لك طريقة الإجابة، هاي ماخذيها المحاضرة السابقة بس مراجعة كانت لكم. هاي الكلمات هم كذلك مهمة. قطعة من ممكن تجيك بالامتحان، ولا لك استخرج من عندها الـ present simple، مثلا يقول لك طلع لي ثلاث جمل present simple وانفيها، أو حولها past simple، أو تقول I come from Scotland، تقول I came from Scotland، I have a very small flat، شو تقول؟ I had a very small flat. I don't have نفيها تصير I don't have a very small flat. توصيل بين الجملتين، بين الفعل والاسم هنا، وهاي تكمل الفراغات بالإجابات الصحيحة. هنا الجملة الخاطئة من الجملة الصحيحة اللي تفرق بيناتهم، الدول والجنسيات مالتهم، الدول و اللغة اللي يتكلموها. وهنا أنا آيس بريكرز، مفردات تستخدمها إذا كنت بمكان عام تلتقي بحد تتكلمها، والأرقام بصورة عامة. بنهاية الكتاب هحفظ لكم إياها على المودل، بعض التمارين اللي هي مراجعة جرامر. Archie and Fiona live in Edinburgh. Arch have a brother and sister. His mother works for a research company. Archie grew up بالماضي بالصيغة هنا E فعل شاذ. He studies medicine at universities and as the الشخص الثالث. وهنا تكوين جمل، هاي واجب لكم يعني تطلعون عليه وتحاولون تحلوه، ويكون هاي الصفحتين مهمة ممكن يجي عليها أسئلة بالفاينال. اوكي، وبنهاية الكتاب كذلك اكو الجرامر ريفرنسز لكل يونت، شنو هي الشغلات القواعدية اللي اخذناها، شوف الشابتر الاول وفصوله، والشابتر الثاني، الشابتر الثالث، والشابتر الرابع، بيها الار والام، هنا البوزيشن، هنا يعني بنجي عليها الام والار والاز، وهنا طريقة تكوين الاسئلة، التملك، الجمع الام والار والاز، التملك كذلك، وتكوين الاسئلة. بعدها كذلك الأفعال والفعل بي اللي أخذناه، والأم والآر والإز كذلك، والتملك الهز هم أصعد لكم إياه، والجمع الدكتور والبوكس والستودنتس، هاي كلها مراجعة لكم تفيدكم قواعديا إلى نهاية الامتحان، يكون إن شاء الله نهاية الشابتر السادس. شكرا جزيلا لكم.